علاش بسم الله الرحمن الرحيم. حنا واحد الاخ عندنا في الدرب في حي الشاروك بالضبط، فمشي تلقى واحد الضربه على الراس ديالو من جنا للسبيطار ديال ميريزكو. ام العائله ديالو، العائله والاخت ديالو راه هي من جنا لميريزكو. داز نهار واحد 24 ساعه ما بقيناش لقيناه. الحل قلنا له شنو هو الحل؟ قال لك حنا جنا نديروا ليه راديو. ما دخلش او لا دخلش هو فراشه هاي طير هي هادي راه مرشو، هادي هادي راه مرشو كاينين الدري تضرب هو ضرب واحد الواحد جابهم جوج. مني جابهم هنا جينا عدو تبعنا، مني تبعنا قالوا لنا اخوكم بانه راه ضرب مضروب. جيت المخيخ جيت في غيبوبه، مشينا ما خلوناش نشوفوه. قال لنا راه فاق، غنديروا لي عمليه الراس. ما فاقش راه ما يعني ميت. جينا الغد قال لنا وقفوا مشي على رجلي، ما كاينش ما لقيناش من نهار الثلاث ما لقيناش. خلينا في الامور، خلينا ما حتى واحد يدير معنا التحل. اللي مشينا عندو كنطلبو خويا فينا هو، ما عرفناش حنايا. بغينا عند التقرير ديالو يعطيوه لينا شنو فيه، بغينا عند التقرير ديالو اشنو عندو. واش علاش ولدي وبغيت ولدي نشوفو وما خلاني ندخل نشوف ولدي. يقول لي اجي في الدواء، اجي في الدواء، اجي في الدم. وفي الاخر يقول لي اجي ولدك دير الكونينيك، وما عنديش ما ندير ولدي الكونينيك. ولدي ضاع ليا شاب صغير، ولدي اذا خلوني نشوفو. ولدي ولدي